أعزائي المشاهدين، كيف ما وعدنا بشرى قلنا لها غنحاولوا أننا نشوفوا لك شي طبيب اللي غادي يشوف الحالة ديالك. بالفعل جبناها عند الطبيبة أستاذة العويسي الله يجزيها بخير، عيطنا لها ما تردتش، قلنا لها بغينا واحد الكونسلطاسيون باش نعرفوا الحالة ديال بشرى واش عندها شي أمل ولا لا. الحمد لله بشراتنا أن كاين أمل، رغم ان لوبيراسيون شويه اللي غادا دير مكلفه شويه. غادي نحاولوا ما امكن ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوا 20 غشت، نشوفوا شنو اللي غنقدروا نديروا في 20 غشت، لان هاد النوع ديال لي زوبيراسيون كيداروا في 20 غشت غنحاولوا ما امكن باذن الله نشوفوا الخطوه ديال 20 غشت. المهم بغينا نبشركم ونبشروا المحسنين اللي واقفين مع بشرى ان كاين امل في ان عينيها ترجع تشوف باذن الله. بشرى جيتي عند الاستاذه واش طمأنيتي دابا؟ خويا ارتاحيت، الله يجازيكم بخير والله يرحم لكم والدين، ربي اللي تيخلص ماشي انا، يا ربي اللي تيخلص، الله يرحم لكم الوالدين كما فرحتوني الله يفرحكم، الله يجعل ربي يستركم دنيا واخره خوتي ويوم الجمعه. غادي نديو بشرى باش ترتاح دابا في الدار، ريسما غادي نشوفوا الخطوه ديال العين ان شاء الله شنو غنقدروا نديروا فيها، واش غيكون شي محسن اللي غيتكلف في البريفي اولا نشوفوا اللي كيفاش غنديروا حتى ان شاء الله الرحمن الرحيم ندخلوها لوبيتال 20 غشت، لان ديجا كيتسالوها واحد 60,000 ريال اللي باقي مقيده عندهم في النعسه الاولى اللي نعسات باقا ما تخلصاتش. أعزائي المشاهدين خليكم هاد الساعة حتى إن شاء الله الرحمن الرحيم نشوف واش غنديروا مع بشرى. إلى اللقاء.